حديث النصوح حديث, حديث النصوح حديث صدوق إذا بذل النصح فيه محض. فهاك أخي وصية بر أراد النصيحة حين قرض. تمسك بحبل المهيمن دوما ولا تك ممن عليه اعترض. وثني بسنة أحمد نهجا فنعم الذي يقتفيه فعض. وبادر إلى الخير من قبل فوت ولا تك ممن جفا إذ ربط. وخذ من فراغك عونا لشغل ومن صحة نلتها للمرض. وليس يفوت على المرء رزق مشى المرء في رزقه أو ركض. وخير الصحاب لطيف كريم إذا مضى مئت سقاك فنض. وشر الصحاب حنيق شحيح إذا احتجت يوما إليهم تعض. ودار صديقا مدارة غر فإن الصديق إذا عاب غض. وضع كل أمر بما هو أهل ولا تضرم النار وقت الرمض. ولا عيب في من تعذر يوما وبعد العذار العسير انتهض. ومهما تشيب لا يشيب مراد ومهما تزيد لا يتم الغرض. فكم أمل المرء يوما مرادا وقبل المراد عفا وانقرض. وما طال نحو السماء بناء عن الأرض إلا انحنى وانتقض. فإن الزمان تقلب حال وكم من صحيح أتاه العرض. ولا تحقرن ضعيفا ذليلا فكم من ذليل وعافا تفض. فشد لجام الهوى ثم أجلب بخيلك في ساعة أو مضض. ولا تدع الفأل ما دمت حيا فإن كنت وسط الظلام ومض. يضيع عليك الزمان بلهو وما لضياع الزمان عوض. وما الوقت للمرء إلا حياة ومن ضيع الوقت يوما حرض. ومن بادر الوقت عاش سعيدا بوجه طليق وقلب نبض. وقل خير قول إذا رمت عزا فذو العز إن صال شر دحض. تقرب إلى الله في كل حين وحافظ على كل ما قد فرض. وأقرض إلهك قرضا وأحسن فمن أحسن القرض حقا قبض. ومهما تعش فالزمان قصير كمن يفتح العين ثم غمض. ومهما تعش فالزمان قصير كمن يفتح العين ثم غمض.